ربنا ارحمنا واغفر لنا وسدد خطانا يا عظيم يا معين المستضعفين أمة محمد عليه الصلاة والتسليم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك قرآنية موش آيات معبوث بها من سبيل كالتوراة والزبور والإنجيل. أيوة ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب. هل هو راغب في تعلم الكتاب؟ هم أهل الكتاب. شكون أهل الكتاب؟ مش الكتاب الكتاب اللي ذكرناه من يعني منحربون ومحربون لكلام الله كتوراة والزبور وإنجيل، لكن هما المسلمين يكونوا عرب ولا غير عرب. قال ربي على لسان الثنائي المكرم من لدن الله ويعلمهم الكتاب اللي تلقاه. فأنا أخذ الكتاب كلام ربي بنية أنه مش يتقرب إلى الله باعتماده القرآن العظيم الذي لم ينسى الله في ذكره للحقائق، لم ينسى ولو شيء واحد. كله ما فرطنا بالكتاب من شيء، وقلنا اللغة ومزايا اللغة العربية كيفاش اللغة العربية طال من الطاقات اللي توصلك دلالات من الكثر، لكل لفظ تلقى دلالات اللي ما تلقاهاش بنفس العدد ونفس القيمة اللغات الأخرى، تكون ألمانية تكون يابانية وهذا المجال. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك أي علامات ربوبيتك يا ربنا ويعلموا الكتاب والحكمة. الحكمة هنا عندنا برشا ناس معترفين بالغرب وقالوا هما أحكم الحكماء، على صعك طب المسلمين ما نخلوا حد يقولنا يا حكيم، لا نقولوا احنا كل واحد منا عبد الحكيم او صحيح تعطي الاسم والصبة اللي هي المناسبة. الحكمة هو عموما وضع الشيء في مكانه كقيمة وكمية وكدلالات، هذه هي الحكمة. قالك الغرب عنده حكمة، الشرق عنده حكمة وحكمة وحكمة، لا تلقى في الشرق حكمة لا تكون هندية ولا تكون صينية ولا 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 عمار بالزور. الحكمة هي إسلامية، هي قرآنية، هي محمدية على سيدنا أفضل صلاة وأزكى تسليم، وبرى قلبه كل المراجع التي تعطي قيمة بين ظفرين إلى حكم الشرق والغرب. لا تجد أي حكمة إلا الاسم أو الأسماء والمرادفات فقط. نسأل الله الخير كله والنصر لأعدائنا. وبالمناسبة هاو إخوانا في غزة وغير غزة بدأوا يعطيوا في الحس للصهاينة، لا يكون عسكري ولا عسكرية ولا شرطية ولا شرطي ولا الكلاب الأخرين اللي هم أسفل الناس. قالك احنا المعمرون، احنا جينا نعمر في البلدية خربها الإسلام. ها اليوم جاتك تترى مصائب واحدة تلو الأخرى، والمقتلة تكون دائما ثقيلة على الأعداء، وغالبيتهم مش يشوفوا اللي خوفهم يزموا يوصل بهم إلى هجران الأماكن المقدسة. وسربي يسرنا في العودة لاسترداد فلسطين العزيزة بفضله، وإن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وما النصر إلا من عند الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.